تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد شكرا 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 أحبائي عمو يزيد سعيد جدا باستقبالكم اليوم في هذه الحلقة الخاصة هذه الحلقة اللي تصادف اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة يا أحبائي في العالم هذا كامل كاين الناس عندهم احتياجات خاصة لازم نساعدوهم يا أخي يا أحبائي أنا للأمانة في الحصة اللي فاتت كانوا فاتوا معنا أطفال جاءوا من مدينة سور الغزلان للأمانة بعثوا لنا هذه الرسالة وهذه الشهادة اعترافا بحسن الضيافة في الحصة الماضية إذا أحبائي هذه الشهادة عمو يزيد يتشرف بها ويحتفظ بها يعطيها البوبي يحتفظنا بها بوبي إذا جمعية أصدقاء المريض سور الغزلان ربي يقدركم إن شاء الله كنت زرتكم في حفل ونوعدكم لنعاود نرجع لكم إن شاء الله في حفل أروع وأكبر إن شاء الله إذن أحبائي بهذه المناسبة اليوم الوطني ذوي الاحتياجات الخاصة كما قلت لكم يجب أن نساعدهم يجب أن نعتني بهم يا أخي أصدقائنا ذوي الاحتياجات الخاصة راهي معنا صديقتنا هنا يا حبيت نتكلم معها دني شوية كرسي تاعك بنتي هكذا هلا واسمك بنتي اسمك واسمها؟ سلسبيل اسمك شباب سلسبيل بنتي وش راكي لاباس؟ راكي فرحانة لك هنا؟ ايه برافو واسمك وليدي؟ راك فرحانة راك هنا؟ برافو برافو اروحي الشاطرة اروحي اروحي قولي لنا دابور انت واسمك؟ واسمك بنتي؟ ديدي مالك ياسمين واسمك؟ ديدي مالك ياسمين ديدي مالك ياسمين اسمك طويل حنا نقول لك مالك ولا ياسمين ياسمين شحال في عمرك 5 سنين 5 دوري الكاميرا وهضري معاهم شحال في عمرك 5 سنين 5 5 سنين 5 واش من اللغه هذه 5 سنين ولا 5 5 سنين و5 سمع 10 سنين هكذا يا اخي واحد يقول لك 5 سنين و5 يعني 10 سنين في عمرك 10 سنين ما تقراي انت هذا العام تجوزي 5 اي تروحي للمتوسطه وكاع وين تسكني بنتي مزرعه اخي الناس وقعدي هنا تلعبي بهذا الليكو هذو اللي جابوا لك عمو يزيد يلا احبائي في بدايه كل حصه نستقبلوا البريد نتاعكم اللي تبعتوه لنا عبر موقع الانترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات اذا استقبلوا معايا صهيب اصغر ساعي بريد يجيب لنا بريد تاع اصدقائنا الاطفال تعال صهيب ساعي مرحبا 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 صهيب وش رايك عندك كرافته هائله وشابه شابه شابه اذا جبتنا الرسائل صهيب وري شوف عندك رسائل اوه جميل جميل جدا اذا صهيب ديرنا رسائل في علبه البريد باش عمو يزيد من بعد راح يقراهم لكم هنا عمو يزيد يحب يقرا هذه الرسائل يا احبائي اذا وانتم ما عليكم الى توجهوا الموقع الانترنت مع السلامه يا اطفال مع السلامه مع السلامه صهيب موقع الانترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات باش عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنايا تحبوا الالغاز والاسئله اذا سؤال اليوم يقول ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟ إذن أحبائي فكروا لغاية نهاية الحصة الجواب عن اللغز عبال بلي شاطرين 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 اليوم حبيت نكتشف معكم شخصية مع ماريا اكتشفوا اليوم شخصية خالد ابن يزيد إذن تفضلي ماريا تفضلي بنتي إذن تحية تحية لماريا تفضلي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي, تفضلي. مساء الخير يا أطفال مساء النور
شخصية اليوم هي خالد بن يزيد بن معاوية. هو حفيد الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان وابن الخليفة الثاني يزيد بن معاوية. كان مهتماً بالعلوم وراعياً للمشتغلين بها، وهو أول من اهتم من العرب بعلم الكيمياء وترجم فيه الكتب من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية وألف فيه رسائل. ذكر للخلافة بعد أن تنازل عنها أخوه معاوية بن يزيد وطلبها متنازعاً عليها مع عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذهبت إلى مروان بن الحكم واتجه هو إلى طلب العلم وخصوصاً علم الكيمياء. جلب العلماء من مصر ليترجموا العلوم الكيميائية والطبية من اللغات اليونانية والقبطية إلى العربية، واهتم بعلم الكيمياء كما اهتم بعلوم الطب والفلك. ساهم في ترسيخ الكيمياء كعلم بدلاً عن الخيمياء، واستفاد منها في الصيدلية، وهو أول من استعمل علم الكيمياء لصناعة بعض الأدوية لخدمة الطب. قال الشعر وألف العديد من الكتب والرسائل، ولقب بحكيم بني أمية. توفي في عام 90 هجري الموافق ل 709 ميلادي. إذن أحبائي، خالد بن يزيد بن معاوية كان عالما، ونحن نعتز بكل علماء الأمة الإسلامية والجزائرية خاصة. بالعلم ترقى الأمم. أحبائي، بهذه المناسبة اللي هي اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها: أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة. تغنوها كامل معايا؟ يلا يلا نروح مع بعض. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، حتى الصعاب أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا المعاق وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. أنا حلمي في
ودماء كل الغايات غايات عظيمة. أنا حرمي في حياتي أحقق أمنياتي ودماء كل الغايات لغايات عظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة برافو برافو برافو. شكرا. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاياتي العظيمة. أحبائي الدنيا هذه كلها بالإرادة والعزيمة، لازم تكون عندنا إرادة وعزيمة يا أخي. أحبائي إذا كان تشوفوا كان أطفال عندهم احتياجات خاصة وتصيبهم يثابروا ويجتهدوا ويوصلوا، إذن الإنسان باجتهاده. تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن يلا معايا نستقبلوا عمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسوف. تفضل تفضل. برافو 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 برافو. إذن أحبائي تحية العم وجوجو اللي جانا من مدينة واتسوف. شكرا 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 شكرا. برافو برافو برافو.
إذن أحبائي في الموسم الرابع 4 سنوات من المتعة معكم أضفنا فقرات، منهم فقرة هل تعلم، وفقرة هل تعلم اليوم راح نستفادوا من معلومة مع ياسمين. إذن تفضلي بنتي، تفضلي ياسمين، تفضلي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن أول تعداد عالمي للسكان كانت الصين التي تعتبر أكبر دولة عالمياً من حيث عدد السكان؟ برافو 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 برافو. إذن أحبائي في كل مرة نكتشف ونتعرف على معلومة في فقرة هل تعلم. إذن اليوم عرفنا باللي أول تعداد للسكان بدأوا يحسبوا السكان أول مرة كان في الصين اللي هي أكبر دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية. يا أخي على بالكم أحبائي أبو الحكايات اليوم حبوا اليوم عمو يزيد حب يحكي لكم حكاية الحمار المغرور والسلحفاة. يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الحمار المغرور والسلحفاة. واحد النهار كان واحد الحمار في الغابة، وهذاك الحمار كان مغرور، وهذاك الحمار كان مغرور حاس بروحه، يمشي في الغابة ويقول لهم أنا خير منكم كامل، يجوز عند الأرنب يقولوا أنا خير منك، يجوز عند البقرة يقولها أنا خير منك، أنا واحد ما يحلبني، يجوز عند الحصان يقولوا أنا أحمل الأثقال أكثر منك، أنت يا ما ترفد لا أثقال لا ولو. كرهوا منه هذوك الحيوانات، وين يروح يقولهم أنا خير منكم مغرور وكامل. قد يمشي يمشي هكذا شاس عليهم كامل هذوك الحيوانات، ما خلى الغزالة، ما خلى الأرنب، ما خلى الحصان، ما خلى البقرة، ما خلى اللقلق، ما خلى حتى واحد. أنا خير منك وأنا كذا وأنا عندي صوت وأنت ما عندك صوت وأنا نحمل الأثقال وكذا. من بعد يمشي يمشي تلقى مع السلحفات، قالها يا سلحفات ضربها هكذا. قالت له ماذا؟ نعم. قالها أنا خير منك. قالت له فاش؟ قال أنا السريع وأسرع منك وكامل. قالت له أنت أسرع بس حتى ما تقدرش تمشي معايا في الماء. قالها نقدر. كيفاش ما نقدرش؟ قالت له يلا نجربوا. حداته راحوا للنهر، هي دخلت في النهر السلحفاة تعرف تعوم، والحمار كي دخل قريب غرق ما يعرفش يعوم غير دخل. جاو كاع الحيوانات تعاونوا باش يسلكوه، البقرة الحصان كامل خرجوه. رجع هكذا قالوا اسمحوا لي والله ما نعاود، انا كنت حاسب روحي بلي انا كلش انا خير منكم وكامل، وانا ما نعرفش نعوم وانتم ما تعرفوا تعوموا، ما نزيدش من اليوم نحسب روحي عليكم وكامل. وفاق بلي ماشي هو ماشي خير من الحيوانات الاخرين. ابو يزيد ابو يزيد استخرص بالحكايه تاع اليوم انه لا يجب الذهاب الى تهلكه في لحظه غضب. بالضبط بالضبط احبائي. تصفيقه تصفيقه على ابو بيتصفيق على ابو. اذا احبائي الغرور مش مليح، الانسان لازم يكون متواضع، لازم يكون يحب كامل الناس ما يحسبش روحه للناس. يا اخي احبائي يلا معايا ارجعوا لاماكنكم. اذا احبائي كما قلت لكم تواضع مليح، والانسان ما لازمش يروح للتهلكه في لحظه غضب. يا اخي احبائي ماشي واحد يقول لك اي نروحوا انت ما انت ما انت ما تقدرش وكذا، انت تروح معاه تقول له لا لا نقدر لا لا نقدر، ومن بعد تدي بنفسك للتهلكة. قبل ما نروح للركن الموالي حبيت نتكلم مع صديقتي اللي راهي هنا. ما اسمك بنتي؟ وهيبة. وهيبة وين تسكني بنتي؟ في بليدة. في بليدة. شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين شاطرة؟ ايه. تحبي عمو يزيد؟ ايه. هاي برافو برافو بنتي ده مرحبا بك. أحبائي وصلنا دركا لواحد الركن جميل أنا نحبه، هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة نكتة جميلة. تعال تعال وليدي أقعد. واسمك؟ محمد عبد الرؤوف. محمد عبد الرؤوف. وين تسكن محمد عبد الرؤوف؟ فوق مارين. فوق مارين. ولاية؟ تيبازا. تيبازا الله يبارك. شحال في عمرك؟
10 سنين. حكينا نكتة تاعك وليدي. قال لك واحد الكلب كان يمشي زلق، كي راح عند صحابو قال له زرقت واحد الزرقة تاع الكلاب. برافو. تعالي بنتي اروحي تفضلي. واسمك بنتي؟ بلقيس. وين تسكني بلقيس؟ في بوسماعيل. ولاية تيبازا. خيارنا. شحال في عمرك بنتي؟ 9 سنين. حكينا نكتة تاعك. قال لك واحد 3 مهابل كانوا في سبيطار، حبوا يخرجوا من سبيطار. كانت كانوا 3 حيوطة، الأول طلعوه، دوزيام طلعوه، تروازيام طلعوه، كيما لقاو حتى حيط قعدوا واستناو. برافو. إذا أحبائي، تحية لأصدقائنا اللي حكوا لنا النكت الجميلة. تحية. شكرا. درك لحقنا الركن الرسائل اللي تبعتوها لي باش عمو يزيد يقراها. بوبي شوفي لك كاين رسائل تاع اصدقائنا الاطفال باش نبداو نقراوها. شكرا بوبي. تحيه البوبي. اذا راح نقرا الرسائل تاع اصدقائنا الاطفال اللي بعتوهم لنا. الرساله الاولى من عند اماني وباهي اماني، 11 سنه، من مدينه بودواو ولايه بومرداس. الرسالة تقول: أحبك كثيرا يا عم يزيد وأريد المشاركة في حصتك. إذن بنتي أماني أباهي 11 سنة من بودواو، عم يزيد حتما سوف يكلمك باش تجي تحضري معنا وتشرفينا بالحضور تاعك. الرسالة الموالية لشاني أنيس، 4 سنوات، من الجزائر العاصمة، من ساحة أول ماي بلاس دو برومي ماي. الرسالة تقول: أحبك كثيرا يا عم يزيد وأريد المشاركة. إذن أنيس لشاني من الجزائر العاصمة، مرحبا بك وليدي، في أي وقت سوف نكلمك قريبا باش تجي تحضر معنا. بوضياف مهدي، 3 سنوات، من بير توتا الجزائر العاصمة. الرسالة تقول: أحبك كثيرا يا عم يزيد وأريد المشاركة مع الأطفال. إذن مهدي بوضياف وليدي من بير توتا، سوف نتصل بك في أقرب وقت باش تحضر معنا. الرسالة الموالية سبع مجدة، 8 سنوات، وكذلك سبع مايا، 4 سنوات، وسبع منذر، 12 سنة. إذن عائلة سبع: مجدة، مايا، ومنذر، 8 سنوات، 4 سنوات، و 12 سنة، من مدينة باب القواس ولاية المدية. قلت لكم أنا أحبكم كثيرا وأحب حصة مع عمو يزيد. إذن بناتي عائلة سبع، عمو يزيد تاني يحبكم كثيرا. الرسالة الموالية مخلدي نزيم، 6 سنوات، مدينة مليانة ولاية عين الدفلة. قالكم أنا أحب عمو يزيد وأحب بوبي وكل الدمى. أوه برافو بوبي هم يحبوك. إذن مخلدي نزيم من مدينة مليانة عين الدفلة، حنا تاني نحبوك وليدي وإن شاء الله تشرفنا في أقرب وقت. إذن عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة هذه. دركا لحقنا للجواب عن السؤال. السؤال يقول: ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟ الدولة الكبيرة قاع في العالم. تعالي بنتي أروحي، تعالي. أكبر دولة في العالم، أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ تسنيم. وين تسكني؟ في بجرة. خير الناس بنتي. شحال في عمرك؟ 10 سنين. ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟ روسيا. برافو. إذن أحبائي ابقي معايا، روسيا هي أكبر دولة في العالم، حيث مساحتها تفوق 17 مليون. ابقي معايا، أعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي مادامك شاطرة، شيبس مهبول يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها وتقعدي شاطرة هكذا. شكرا. العفو بنتي، العفو. تفضلي. أحبائي، في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده هنايا. اليوم معنا خالد الكبير سلسبيل، 10 سنوات، راح نحتفلوا بعيد ميلادك. إذا سلسبيل، أنا نجيب صديقتي سلسبيل. يلا بس نشوف نحو الفرا. يلا
نجيب سلسبيل هنا صديقتنا هنا رجعها هكذا فوالا نغنوا لها عيد ميلادك احلى عيد تلتحقوا بيا واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعها يلا عيد ميلادك احلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة اذا بنتي عمو يزيد يشعل لك شمعة اذا روحي منها بنتي روحي منها اذا ديروا معايا كامل العد التنازلي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اذا عمو يزيد يجيب لك باش تطفيها يلا 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 طفي طفي برافو 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 اذا بنتي اعطيني الشهاده تاعها اذا بنتي خرج الكبير سلسبيل هاليك الشهاده تاعك عمو يزيد يعطيك شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد وانتم كامل يا اطفال تتلقوا شهاده كيما هذه باش تحتفظوا بها كذكرى لتصوير حصه مع عمو يزيد يا اخي هاليك تاع سلسبيل هنا وكيما وعدناك بنتي راعي البرنامج رامي يعطيك هدية عيد ميلادك هاي لك هنا مع الشهادة خبيها عندك بنتي هكذا خبيها عندك الله يبارك اسني هكذا خلوها هنا فوق الطابلة من بعد عاود يديها يا اخي اذا وانا ما بقى لي نقول لكم بقوا على خير سنونا في الاسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت نحبكم يا اطفال سلام لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.
جيت الحصة تاع عمو يزيد جبت بنت اختي من ذو الاحتياجات الخاصة. ذكرينا في الزيت وجينا عند عمو يزيد ونشكروا كامل الطاقم ويعطيكم الصحة ان شاء الله. دخلت الموقع سجلتها ما طولوش علينا بار تليفون عيطونا والحمد لله رانا اليوم عندهم ان شاء الله. ونشكروا عمو يزيد بزاف بزاف وهذه الحصة رانا نتبعوا فيها ويتبعوا فيها وليداتنا وبارك الله فيه وجزاكم الله خيرا. واشكر عمو يزيد.